بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نواصل دراستنا لهاته الفصول من كتاب مقاصد الرعاية للإمامين المحاسب والعز بن عبد السلام رضي الله عنهما، ونفعنا بعلمهما ورزقنا الاقتداء بهما. فصل في اعتراض النفس والشيطان في أيام تخويف المغرور نفسه. من يقرأ لنا؟ تفضل. وأنا حتى لا أنسى، يعني تقرؤون بالتناوب حتى كل إخواننا يشاركون في القراءة. تفضل. بسم الله. فصل في اعتراض النفس والشيطان في أيام تخويف المغرور نفسه. قد يتأخر الخوف الناجع كما يتأخر البرء عن استعمال الدواء النافع، فتعرض النفس والشيطان لمن يداوي قلبه بإدمان الفكر والتخويف، فيقولان: مثلك لا ينجح فيه إدمان الفكر ولا ينفعه التخويف، وربما حرمك ربك ذلك لكثرة ذنوبك وفرط عيوبك. فإن أصغى إليهما وقبل منهما يئس من روح الله ورحمته، ورجع أشد مما كان عليه من الفسوق والعصيان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحسنت. نستنتج من هذا أن كل واحد منا مطالب بأن ينتبه لخطر داخلي هو نفسه، وخطر خارجي هو الشيطان. يبذل الإنسان جهده من أجل إصلاح نفسه، فتحدث له نوع من الوسوسة لا داعي لأن تستمر، فأنت لست أهلا لأن تصلح نفسك، ولست أهلا لثواب الله عز وجل. يعني مطلوب منا أن نجتنب أمرين: أن نجتنب اليأس. الخوف الشديد يوقع الإنسان في اليأس، يخاف. لا 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 تسمح للخوف أن يذهب بك إلى أبعد مدى، فإن الخوف مطلوب. أمس قلنا الخوف والرجاء يساعدان الإنسان على إصلاح نفسه حتى يواصل سيره إلى مرضاة الله عز وجل. إذا تحول الخوف، إذا اشتد الخوف تحول إلى يأس، والإيمان واليأس لا يلتقيان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مش من روح الله، من روح الله، من رحمة الله، إلا القوم الكافرون. ولا الرجاء إذا اشتد يتحول إلى تكاسل، واحد يقول الله غفور الله غفور ولا يصنع شيئا. إذن ليش منذ يومين أظن قلنا: لا إفراط ولا تفريط، لا تفريط بالنقصان ولا إفراط بالزيادة، خير الأمور أوسطها. الإنسان يوازن أو يعمل على معادلة هذين الجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. من يتفضل؟ تفضل. وطريقه في ذلك أن يقول: التخويف إنما يليق بمثلي وأمثالي، ولولا أن أراد ربي أراد بي خيرا لما نبهني على الذكر واستماع الفكر، لأخاف من عقوبة ربي
فأقبل على طاعته. لأخاف فأقبل، معطوف على فأقبل، لأخاف فأقبل. أقبل على طاعته واجتناب معصيته. وكم من ذنب أكبر من ذنب، وكم من ذنب أكبر، نعم، وقد غفره ربي. وكم من عيب أقبح من عيبي قد ستره ربي. يعني المؤمن دائما يبذل الجهد ويطمع في رحمة الله عز وجل. الله جل جلاله كله كرم وكله جود وكله رحمة وحنان. إذن طريقة تربية الإنسان نفسه عن طريق التخويف، يقول بالعكس أنا أهل لأن أتصور النتائج السيئة للمواقف السيئة وأشرع في إصلاح نفسي، سائلا الله عز وجل أن يجعلني من الذين تشملهم رحمته. ولولا أن الخوف أو التخويف يؤثر فينا لما خوفنا القرآن الكريم. ما معنى اتقوا الله؟ يعني إذا خفتم الله عز وجل أو عقابه فاجعلوا بينكم وبين ما يسبب عقاب الله أو غضبه عملا صالحا يكون إن شاء الله وسيلة رحمة وخير. تفضل. فحينئذ يستمر على الفكر المثمر للخوف الناجع، فإن أفض خوفه كسر صورته بالرجاء. مهم. إذن يبقى الإنسان يفكر شريطة أن يكون هذا التفكير منبعا للخوف المفيد. فيه خوف مضر وفيه خوف مفيد. الخوف المضر إذا أوقعك في اليأس، الخوف المفيد هو الذي يجعلك تنشط وتضع مكان السيئة الحسنة. فإذا رأيت أن الخوف، عاطفة الخوف بدأت تشتد، اكسر حدتها بالرجاء. قال نعم مليح الخوف، لكن أنا أرجو رحمة الله، لولا رحمة الله عز وجل نحن لا شيء. هكذا يعني فضل الله علينا كبير. نعم. إنما فحينئذ تعرض النفس والشيطان فيقولان له إنما وصلت إلى هذه المنزلة بحزمك وعزمك وحسن نظرك لنفسك، فينسى إنعام الله تعالى عليه وإحسانه إليه. ويضيف إلى ذلك أن ويضيف ذلك إلى نفسه الأمارة بالسوء، فحينئذ لا يأمن أن يفوله ربه من حمده من لا يستحق الحمد. جيد. يعني هنا المقصود أن نحذر نفوسنا، نفسنا يعني تنزلق مثل السمك في اليد، فيحاول الإنسان أن ينتبه لخطرات نفسه. إذا حفظنا خطراتنا حفظ الله حركات جوارحنا. هناك علامة بين الخواطر، بين الخطرات وبين الحركات. الحركات ظاهرة نراها والخطرات لا نراها. يعني يحاول أحدنا أن يصفي خطراته. إذا حصل الصفاء على مستوى النية وعلى مستوى الخطرات وفقنا الله عز وجل وأكرمنا بإصلاح الحركات. يعني أعمالنا الظاهرة تصلح بصلاح أحوالنا الباطنة. إذا أنت ملأت هذا الإناء مادة عطرية، لا شك أن ما ينبعث من باطن هذا الإناء عطر. إذا عطرت باطنك بحب الله عز وجل والطمع في رحمته والخوف من إتيان ما يبغضه، تثمر لك هذه الحال صفاء باطنك. وحركاتنا ليست سوى انعكاس لخواطرنا. نعم. تفضل. نعم. نعم، يعني هذه أدوات تتحرك.
أنت عندك مثلا جهاز، جهاز عندما يشحن يؤدي وظيفته أليس كذلك؟ عندما تلاحظ أن شحنته بدأت تتناقص ماذا تعمل؟ تتصل من جديد. قلوبنا تفرغ من شحناتها حين ابتعادنا عن الله عز وجل. إذا أردنا أن نستعيد قوانا ونشاطنا وصلنا شخصنا الضعيف بمصدر القوة التي لا نفاد لها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر كما يقال الصبر محدود، يصبر الإنسان، يعني طاقتنا محدودة، تصبر إلى متى؟ كيف تنمي فضيلة الصبر عندك؟ لماذا الصلاة؟ الصلاة ليست حركات، الصلاة في حقيقتها صلة بين الفاني والذي لا يفنى، صلة بين الفقير الفقر المطلق والغني الغنى المطلق، صلة بين الضعيف والقوي، صلة بين الأرض والسماء. صبرنا، نحن بشر طاقتنا محدودة، لكننا إذا أردنا أن تستمر هذه الطاقة في أداء مهمتها ما علينا إلا أن نجدد الصلة بالله عز وجل. ونفوسنا متعبة، الدنيا متعبة، والمتعب يتطلع إلى الراحة، ولا راحة إلا في الاتصال الحقيقي بالله عز وجل. أرحنا بها يا بلال، يعني أن الدنيا تتعب الناس، مشاكل الحياة، حب الدنيا، كراهية الموت، نسيان الآخرة، فهذا فطرتنا لا تنتعش إلا إذا استمر غذاؤها بالإيمان بالله عز وجل، فتسكن، فنجد راحتنا في صلتنا بالله عز وجل. ومن رحمته أن الله تبارك وتعالى هيأ لنا كثيرا من الفرص وكثيرا من المناسبات لنتقوى. حتى الأمر ليس دائما سهل، ومن عظمة البيان الإلهي في كتابه العزيز أن الأوامر والنواهي مسبوقة بهذا النداء العظيم، يا أيها الذين آمنوا. يكون الإنسان تعبان، يكون كسلان، يكون خايف، يقول لك يا مؤمن، يعني كأنك أدرت المفتاح الذي يشغل هذه الطاقة. يا أيها الذين آمنوا، هذه مقويات. نعم. يا سلام. إذن هذه النفس تزعم، احنا نزعم في غفلتنا أن الأعمال الصالحة التي نؤديها بقوتنا، لا، نحن لا شيء. هل أنت الذي خلقت يدك؟ هل أنت الذي خلقت عينك؟ هل أنت الذي خلقت سمعك وما إلى ذلك مما نراه؟ ولا واحد يستطيع يقول أنا صاحب هذا، أليس كذلك؟ هذه أداة خلقية، والاستقامة وما إليها صفات خلقية. مثلما أعترف بأن بعدي الإنسان الخلقي عطاء من الله، أقر بأن الترقي الذي يحصل إنما هو فضل من الله عز وجل، وبذلك تعود النفس إلى مواقعها. من أنت؟
لا تزكوا أنفسكم، في كثير من المواقع الله هو الذي يزكي، صح ولا لا؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن هذا تذكير، فالنفس خلاص تخاطب نفسك، قال يا نفس أنت من؟ أنت لا شيء. فهذا نوع من العودة بالنفس إلى حقيقتها. مشكلة أخرى، مشكلة الإعجاب، مشكلة الإعجاب وطريقه في دفع الإعجاب. هنين الله، يعني هنا مرض من أمراض القلوب الإعجاب، واحد تعجبه نفسه، والذين أعجبتهم كثرتهم ناس في مستوى عالي، في أحد، في بدر كانوا قلة، صح ولا لا؟ في بدر كانوا قلة، لكن لم يكونوا، لم ينطلقوا إلى ميدان المعركة مملوئين بذواتهم، بالعكس. وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصب له عريش وبدأ يتضرع إلى الله، حتى أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله بل عقل بل عقل، فإن الله منجز لك معه. يوم حنين كان المسلمون كثرة، كما قال تعالى أبلغ تصوير، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أعجبتكم الإعجاب، يعني أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا قوي، أنا عندي، أنا كذا، أنا كذا. لا، هذه قنبلة تتفجر فتأتي على الأخضر واليابس. يحذر الإنسان من المتفجرات الداخلية، تفجر الإيمان، تفجر النفس، تفجر ما. وكذلك داود عليه السلام، هذه مسألة أخرى وردت في كتبنا، ما عندنا الوقت للتفصيل فيها، قيل ما قيل في هذا، فيه إشارة في القرآن الكريم، ولكن التفسير مملوء بكثير من الغبش. كان أجدادنا رحمهم الله طيبين ودرويش، كانوا مثل الآن في الإعلام، هذا الإعلام هذا موبوء، لازم الإنسان لا يسمح لأي معلومة أن تخترق ذهنه إلا بعد فحص دقيق. فأجدادنا رحمهم الله كانوا طيبين، ينظرون إلى العالم من خلال بياض قلوبهم وصفاء تصوراتهم، فالحمد لله. لكن قيض الله لدينه من أهل العلم من أزال هذه الزوائد كلها التي حاولت أن تتراكم حول كتاب الله عز وجل وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لذلك نقفز على هذه المسألة، المهم نحتفظ بمثال الإعجاب يهلك صاحبه. نعم تفضل، اقرأوا بالدور هكذا، كل واحد يأخذ نصيبه، تفضل. يعني دائما عندما نتحدث عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في هذه المسائل نأخذ حذرنا، يعني واحد يقول كيف موسى هذا نبي الله ومن الرسل العظام يدعي، لا، هذا من إكرام الله لهم ولنبينا عليه الصلاة والسلام أن كانت حياتهم وسيلة إيضاح. المعلم إذا أراد أن يبسط معلومة يقدمها إلى تلامذته، إذا كان معلما بيداغوجيا تربويا يقدم لهم هذه المعلومات المعقدة من خلال أمثلة ملموسة، مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
ويأتي بعض الذين لا يعرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة فيقولون ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم. فإذا نأخذ هذه المسائل بحذر، ما نقول موسى كيفنا، لا، هذا فهمنا هذا. وأعظم مثال لذلك ما قاله بعض المتقولين حول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يكتمون شيئا لكتم هذه الحقيقة، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى عظمة القرآن الكريم وعلى الذات المحمدية الطاهرة. نعم 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 نعم، يعني أريد أن أقول إننا نحن المسلمين يجب أن نتأدب التأدب الكامل كلما تطرق الحديث أو الفكر إلى نبي من أنبياء الله. هذه مناطق، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذه خير خلق الله أنبياء الله ورسله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا اعترض هذا التائب حقوق هذه عبارة غامضة، يعني لاحظت أنا كثير في هذه الطبعة بعض الأخطاء المطبعية. اعترض فعل لازم، نقول اعترض مثلا هذا الجدار طريقنا، وإذا ما انتبهنا مثل ما صححت لك وهذا خطأ، فإذا اعترض هذا التائب حقوق الله، لا، الصواب فإذا عرض هذا التائب حقوق الله تعالى عليه وحقوق عباده لديه فيما مضى من دهره حقا حقا، إذن ليس اعترض، فإذا عرض يعني يعرض، يضع أمام عينيه حقوق الله وحقوق عباد الله. نعم، بعد أن عرضها من حين بلوغه إلى حين توبته، ثم عرض حقوق الله تعالى في قلبه، ثم خرج من كل حق كان ضيعه في أيام سهوه، كان ضيعه، وضع شد على كان ضيعه في أيام سهوه وبطالته، فلا يغفل التيقظ والتحرز فيما بقي من أيام عمره. إذن المسلم يستعرض، لو قال يستعرض لكان معقول، أقول مثلا نستعرض، نحن المسلم عليه واجبات، واجبات نحو الله عز وجل، وواجبات نحو نفسه، وواجبات نحو الخلق. يستعرض يقول هذا حق من حقوق الله وهذا حق من حقوق عباده، يشوف في الماضي هل هو أدى كلا من الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وذلك من حين بلوغه إلى حين توبته، يعمل مراجعة مراقبة. مثلا واحد يكتب صفحات، بعد الفراغ من كتابتها يعرضها أو يستعرضها، يشوف هل هناك خلل، هل هناك نقص، ثم هذا العرض لا يكون ظاهرا فقط إنما يكون باطنا، مثل ما قلنا أمس التقوى تتوزع، التقوى من جهة الأركان ومن جهة الجنان القلب. وإذا لاحظ أنه قصر في حق من هذه الحقوق أيام كان ساهيا لاهيا بطالا، ينبغي عليه أن يستيقظ، فلا يغفل التيقظ، وينبغي عليه أن يحترس فيما بقي من أيام عمره، يعني ما يبقى. الحمد لله، يعني التصور الإسلامي يحرر المسلم من جميع العقد، من جميع العقد، لا فائدة من أن يتحول الإثم الذي ارتكبناه
إلى شعور يعقدنا. فائدة الشعور بالإثم أنك تقلع، خلاص أنا أخطأت أمس الآن أتوب، يعني أرجع أقلع عما ارتكبت، أندم على ما فعلت، أستأنف المسيرة بنظرة جديدة وطاقات جديدة، يعني التيقظ والاحتراس. فيما بقي من أيام عمره، لماذا؟ لأن دواعي التقصير ودواعي المخالفة ثابتة، هي النفس. يعني مثل ما أخطأنا في الماضي من الممكن أن نخطئ في المستقبل، لأن الأرضية النفس مهيئة لذلك. فالإنسان ديما يبقى متيقظ، يبقى حذر. يضرب العلماء مثلا لذلك، يقول: هل يستطيع الإنسان أن ينام وبين قميصه وجسده عقرب؟ يخاف، لا يعرف في أي وقت تلدغ. هكذا النفس، العقرب ممكن تهرب لكن نفسك تهرب، أنت أين تهرب؟ نفسك لازم تشكلها وتكيفها بمكيفات الإيمان حتى تزكو. فإذا زكت، لأن النفس أستطيع أن أصورها لكم التصوير الآتي مثلا تقريب للمعنى: الروح والقلب والنفس تحت، النفس في المستوى هذا، هذا تصوير فقط، يعني النفس هي الطابق الأول، في الوسط القلب، في الأعلى الروح. إذا والنفس والروح تتجاذبان القلب، القلب هو كل شيء، إذا صلح صلحت أحوال الإنسان وأوضاعه، وإذا فسد فسدت أحوال الإنسان وأوضاعه. إذن إذا دار القلب في مدار الروح أشرقت الأنوار. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أصبح القلب تابعا للروح مثل القمر تابع للشمس يعطي ضوء. حدث فاصل انتهى، كسوف خسوف. النفس إذا جذبت القلب إليها، القلب إليها، هلك الإنسان. إذن عوامل الارتفاع وعوامل الانخفاض دائما في شغل متواصل. فما علينا إلا أن نوجه، إلا أن نتوجه إلى الأعلى حتى لا نصبح عرضة لألاعيب النفس. والنفس الأمارة بالسوء لم تمت، والشيطان الحريص. إذن النفس الأمارة بالسوء ما زالت، والشيطان الحريص. الشيطان تعرفوا، الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي يكره البطالة. الشيطان عمره بطال، نحن بطالين. والبطالة ليست يعني عدم الشغل، الشيطان دائما شغال. والنفس أيضا تحاول دائما أن تأمرنا بالسوء. ولما حدثنا القرآن عن مستويات أحوال النفس؟ النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. الحمد لله، إيش معنى هذه؟ هي ليست نفوس، ما فيش نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة، هي نفس واحدة لكن أحوالها أدنى مستوياتها الأمارة بالسوء. ومن بعد أحيانا الإنسان ولله الحمد ليس شيطانا وليس ملكا، من الممكن أن يتشبه بالملائكة في طهرهم وتقواهم وطاعتهم لله، ومن الممكن العياذ بالله أن ينحدر إلى المستوى الذي لا يليق بالآدمية. فهذا فما دامت نفسنا بعد ما يدير أحدنا ذنب النفس تلوم، الحمد لله. وقيل ما قيل في تفسير النفس اللوامة. احنا نمر بسرعة لأنه البرنامج طويل والأيام قصيرة. إذا مد الله في حياتنا وقدر لنا أن نلتقي مرة أخرى لعلنا نعود من جديد إلى هذه. إذن الشيطان حريص مرتقب لغفلاته. المهم أنت مهمتك أن تتيقظ،
الشيطان لا يستطيع أن يسرق إنسانا متيقظا. فيه واحد حرامي زي ما يقول إخواننا في مصر، واحد حرامي إذا كان أنت مسافر متى يسرق؟ يستغفلك. إذا كنت متيقظا ما يستطيع. لذلك ورد في القرآن الكريم من أوصاف الشيطان الخناس، أي الذي إذا ذكر الله خنس يخاف. واحد في الظلام تسلط عليه أشعة الضوء يصبح مكشوف. ذكر الله عز وجل، الذكر القلبي والذكر اللساني وذكر الجوارح بالاستقامة واستخدام كل ما وهبنا الله عز وجل في مرضاته. والمراجعة المحاسبة تشمل المأمورات والمنهيات. فالمأمورات ثلاث، إحداهن حق الله كأن تركه ثم تاب إلى الله من تركه فتذكره به النفس والشيطان في أوقات غفلاته ليعود إلى تركه فلا يطيعهما ويستمر على فعله حسب ما أمر له. يعني إذا اعتاد الإنسان مثلا المعاصي، النفس والشيطان يغتنمان فرصة الغفلة فيذكران ابن آدم عد. لذلك كان التائبون إذا تابوا يغادرون أمكنة المعاصي التي كانوا يعصون الله تبارك وتعالى فيها. شوف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان صاحب مواقف، وكان فقيل له كيف؟ قال كل الأماكن التي آذيت فيها رسول الله والمؤمنين أريد أن أصنع فيها شيئا يحبه الله ورسوله. هكذا يعني الأماكن التي ارتكبنا فيها مخالفات لا بد نسأل الله أن يوفقنا لأن نأتي فيها صالحات. هكذا نعم، هكذا يعني ليحصل لنا الأنس. لماذا؟ هناك علاقة بيننا وبين الأرض يا أخي. هذه الأرض التي تحملنا وتعطينا ما نستحقه، سير عليها سيرا حسنا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليس معنى المشي الحسي فقط. نعم طريقة المسلم في المشي معروفة، ولكن أيضا الآثار التي يتركها. سنكتب ما قدم وآثارهم. هذه الأرض تشهد لك، وهناك علاقة وثيقة بين الزمان الذي نعيشه وبين المكان الذي نعيش فيه. يصبح المسلم عنده شعور صداقة ليس مع الناس فقط، مع هذا المكان. ربما الناس يقولوا هذه خرافات. نعم هذا الجهاز هذا لا خير ولا شر، ممكن يستخدم في إذاعة السوء، ممكن يستخدم في إذاعة الخير، لكن نحن يصبح بنا علاقة لا نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يعتمد عليه في المنبر حن إليه وبكى. نعم رسول الله حساسية زائدة، إحساس زائد عظيم. ونحن كل واحد على حسب استطاعته. يعني إذا نمينا هذا الشعور يصبح المسلم مصدرا لكل خير، للبشر وللأشياء وللحيوانات ولكل شيء. الكون الذي نعيش فيه يصبح كونا صديقا مخلوقا من مخلوقات الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الهلال فيحييه ربي وربك الله، هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن. شفتوا العلاقة؟ العلاقة مع الكائنات كلها علاقة مخلوقية، نرى في كل شيء أثرا من أثر رحمة الله عز وجل. والثاني حق الله، تركه وهو لا يشعر بوجوبه عليه، فعليه الآن أن يتذكره ويتفقده ليستدرك قضاءه حسب ما أمر به، مثل أن تجب الزكاة في ماله فلم يشعر بها لفرط غفلته في غرته. وهكذا يعني أمر أمر ونهي نهي. ننتقل إلى الفصل الآتي. من يتفضل بالقراءة؟ تفضل.
وبعدين زملائكم هكذا تفضل كل واحد يقرأ فقرة فقرة. نعم. لا 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 ليس مضيقة مضيقها، يعني فيها حق مضيق وفي حق موسع يعني الزمان. نعم. لا ما دام قلت حقوق الله نقول مضيقها. شوف فصل في كيفية رعاية حقوق الله عز وجل، حقوق الله حقوق مضيقها وموسعها. نعم. لا لا ومعينها الحق المعين، ومخيرها ومقدمها، المقدم هو الذي يقدم وهذا مقدم. نعم. ومؤخرها أحسنت. نعم. عند الخطرات يا سلام. نعم. الآن نشرح. واحد آخر تفضل تفضل. شفت هذا شيء أساسي، القلوب هي محطة استقبال التكاليف، ومحطة الاستقبال إذا كانت خربانة هل تستقبل شيء؟ أنت عندك تلفزيون والأمواج الفضاء مملوء بها، تفتح ما يشتغل، إذن جهاز الاستقبال خربان. الإسلام دين عظيم ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا نجاة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة إلا به. إذا كانت القلوب ميتة لا تتأثر بالقرآن. أصلحوا جهازات استقبالكم تلتقط الخير العميم. نعم. هذا قلناه. نعم نعم. صحيح. وعرفت النفس ما فيه من المصالح او المفاسد فانها تميل اليها موافقها وتنفر منه ان خالفها، ولا يتعلق التكليف ايضا بالميل اليه ولا بالنفور عنه، فانهما امران طبيعيان لا انفكاس عنهما ولا انفصال منهما، ولن يكلف الله تعالى نفسا بضرها قدر. واحد آخر أكمل، من يكمل تفضل. فإذا حصل ميل، هل سبق أن قرأت اليوم؟ لا، واحد الذي لم يقرأ. لا نعم تفضل. أو نفورها فزين أو زين لها أيوة إذن أكمل. نعم. أحسنت. يعني كل هذه الفقرات التي استمعنا إليها، القلب هو محل التكليف والمكلف هو الله جل جلاله، والتكاليف نوعان، نوع تميل إليه النفس بطبعها ونوع تنفر منه النفس بطبعها. ما العمل؟ وثمرات امتثالنا لأمر الله أن نتحرر حتى من نفوسنا. كثير من الناس يقول لك أنا حر أنا حر أنا حر، لا،
الذي تغلبه نفسه ليس حرا، والذي يتحكم فيه هواه ليس حرا. المؤمن الحق هو الحر. لما خلقنا الله ميالين إلى بعض الأشياء وننفر من بعض الأشياء؟ بطبيعة الأحوال كل الناس، كل المخلوقات يميلون إلى جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. لكن هل نعرف معرفة دقيقة النافع الحقيقي والضار الحقيقي؟ لا، لا نعرف إلا شيء بسيط. الذي يعلم هو الله عز وجل. وقد نحب شيئا وفيه ضررنا، وقد نكره شيئا وفيه خيرنا، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جربوا مثلا أمس، أي واحد منا أنا كنت أتمنى أن أحصل على شيء، والشيطان والنفس يقول لي إذا حرمت من هذا ستتضرر. مر الأمس وحرمت وما تضررت، بل اكتشفت أن الخير كان فيما حرمت منه، صح ولا لا؟ كل واحد فينا يجرب. الخير دائما فيما يختاره الله عز وجل، الخير فيما يختاره الله عز وجل. فنفوسنا يعني لا نأتي الأمر لأن النفس تميل إليه، ولا نترك الأمر لأن النفس تكرهه، وإنما نطبق الأمر لأنه صدر من الله عز وجل. نعم، 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 يعني دائما نظراتنا نسبية، معلوماتنا نسبية، قد أرى شيئا وتغيب عني أشياء. هذا ولاش ختم الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ليس معنى ذلك أننا لا نستخدم عقولنا، لكن ليس في الأمر. قال الله صلي صلي، قال الله لا تشرب هذا الشراب، ما تبدأ تفلسف. موش ممنوع فيما بعد، مثلا المسلمون يوم حرم الله الخمر خلاص قالوا انتهينا. وتروي أمنا عائشة رضي الله عنها أن أزقة المدينة تحولت إلى فيضانات، لأن العرب كانوا يشربون كثيرا، فلما جاء الأمر انتهى في الوقت. المسلم جندي، ولكن القرآن الكريم يذكر في كثير، يختم كثيرا من الأوامر بإبراز حكمتها. نحن الصلاة، صلى أولا الله رب وأنا عبد، قال صلي أصلي. بعض الناس يقول الصلاة فيها كذا وفيها كذا، صحيح. يعني الآن حتى الأطباء غير المسلمين اكتشفوا مثلا أن كثيرا من الأمراض تعالج بالصلاة، كثيرا من الأمراض تعالج بالصوم. هل نصوم لأن الصوم يعالج أمراضنا؟ لا، نصوم لأن الله أمرنا بذلك. وألا انتبهوا، فيه مستويان. فيه مثلا ما هو المقصود من كل أوامر الله بالنسبة لنا؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة، صلاة عبادة أصلي، الصوم عبادة أصوم، الزكاة عبادة أزكي، الحج عبادة أحج. لكن كرم الله جل جلاله ربط هذا المقصد الأصلي بمقاصد تبعية. الحج مثلا، حج تتلخص فيه جميع أركان الإسلام، ولكن قال الله ليشهدوا منافع لهم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. شوف الربط. المشكلة المسلمون إما يتركوا الدنيا يعبدونها ويتفلسفون، إما لا يا أخي لا. شوف هنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذه لها قصة معروفة. مباشرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذا يعني ثمرات
ثمرات الجانبية، لأن الأصل نعبد الله. واحد من الناس يقول لك الصلاة رياضة، خلاص روحنا ليش نصلي، روح نعمل الرياضة. لا، ليس هكذا. نعم، اكتشف الإنسان بفضل تطوره العلمي جوانب خيرة من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج، لكن ليست هذا هو الأساس. الأساس عبادة الله، ونحمد الله أن ربط عباداتنا بما بكثير من المصالح التي تعود علينا في الدنيا والآخرة. إذن العزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا كل ثمرة الاعتقاد الفعال والإيمان المتحرك المحرك. الإيمان يحرك، يجعل المسلم طاقة عجيبة. والمهم، والخطرات ثلاث، من يكمل؟ تفضل. نعم، الصالحون يميزون بين الخطرات. في خطرات النفس، النفس لا تريد إلا شهواتها. نعم، والخطرة الثانية إذن نرفض خطرات النفس، نرفض خطرات الشيطان، وتبقى الخطرة الثالثة نعم. إيه، لأن بعض الناس يقول لك عندي إلهامات، فيه إلهامات ملكية وإلهامات شيطانية. مثل بعض الناس عصاه يقول هذه ليست فراسة، ممكن رياضات، فيه بعض المتنسكين الهنادكة لا يؤمنون بالله، ولكن لكثرة الرياضات ممكن يصبح عندهم كذا. لا، الحمد لله احنا عندنا المصدر المعصوم يعصمني من خطرات نفسي ومن خطرات الشيطان، إذا ما خلصت جهاز استقبالي من هذه الخطرات النفسية والشيطانية، أصبحت ولله الحمد مهيئا للتأثر بخطرات الرحمن. واحد آخر، تفضل. خطرة ألا يوافقها، نعم، أي هذا واجب علينا، يعني نصنف هل هذه من الشيطان، من النفس، من الرحمن. من الرحمن نقبل، من الشيطان إشارة حمراء تتوقف، من الرحمن الإشارة الخضراء انطلق في سيرك إلى الله عز وجل. نعم، تفضلوا يا أهل ماليزيا. وعرضي، نعم، هذه دقيقة عجيبة يدركها هؤلاء الربانيون، ونحن من خلال مراقبتنا لنفوسنا ننتهي بفضل الله إلى معرفة الفرق بين خطرات النفس وخطرات الشيطان. هذه مسائل دقيقة جدا يكتشفها الإنسان بالتجربة. نعم، فالعقل، نعم، تفضل يا أهل تركيا. فالتبس أحدنا بالآخر، لم
الإقدام لم يجز الإقدام النظري إناء طاهر ثوب أو ثوب ثياب فلم يظهر له لا يحل شكرا. إذن التثبت يعني الإنسان إذا عنده شك، مثلا هذا ماء وكلنا يعلم أن الماء ينفع، لكن إذا كان عندك شك تقلع تتثبت. يحدث لنا يعني نحن نعيش في أوروبا مثلا، الحمد لله الآن فيه مسلمين وفيه يعني أحياء كاملة فيها الأكل الحلال، لكن قبل في سنوات مضت لم يكن كل هذا موجودا، وكان أحدنا جائعا يشتري ساندويتش. أنا أذكر أول مرة جئت إلى باريس هكذا، وكان في رمضان أظن، اشتريت شيء ما كنت أعرف. بعد ما اشتريت وكنت كاد الجوع أن يقتلني، بعد ما اشتريت قلت ما هذا، ذا خنزير، والله رجعته وما أكلت وما ميت. هكذا يعني حتى يتثبت الإنسان. الحمد لله اليوم بفضل الله موجود المسلمون في كل مكان وعندهم تجارة. باختصار يعني وإحنا نحن الأمة الوحيدة التي أكرمها الله بشعور الحلال والحرام، والناس الأخرين ولا واحد لا يعرف لا حلال ولا حرام، والحلال يساوي الطيب والحرام يساوي الخبيث. الخبيث بجميع ما أبعاده، خبيث الطبيعي، الخبيث النفسي، الخبيث الفكري، وهناك دراسات تؤكد العلاقة بين نوع المأكولات والصحة، وكذلك في الأفكار. لا إله إلا الله محمد رسول الله أطيب فكرة تملأ كينونة الإنسان، تطيبه فيصبح المؤمن طاهرا. إذن هذه مسائل، نعم، يتلبث لا يتسرع، يتلبث. أنا أقول لك تلبث، انتظر، من لبث، لبث بالمكان أقام، تلبث، قال تلبث، تلبث يعني يبذل جهد حتى يتحقق، حتى يتحقق. لو يكون إنسان واحد يقول له تفضل، يقول عنده شك ممكن فيه شيء مضر، لا لا لا، يقول لي لا، يتلبث. كذلك في الأمور المعنوية نتلبث، إذا علمنا علمنا، إذا ما علمنا نتحقق نسأل. تلبث ينتظر يعني لا يتسرع، يتلبث لا يتسرع، تلبث تمهل. نعم، يعني هذا ما يخطر على البال، ما يخطر خواطر. شوف، يكون إنسان جالس هكذا فتتوارد عليه الخواطر، أحيانا هو يشعر بها. مثلا يكون واحد جالس يأتيه خاطر يزين له ارتكاب ما لا يليق، هذا يمر على بني آدم هذه الخواطر، صح ولا لا؟ مثلا واحد يكون جالس فيخطر على باله أنه في يوم من الأيام أكرمه الله بزيارة البيت الحرام، ويتفكر كيف كان شعوره أول ما رأى الكعبة الشريفة، كيف كان شعوره أول ما
استلم الحجر الأسود كيف كان شعوره كيف كذا، هذه خواطر تثير فيه الشوق والحنين إلى صالح الأعمال. يكون جالس الواحد فتخطر على باله والعياذ بالله شاف صورة في الطريق، لافتة من اللافتات، شاف صورة في التلفزيون، وما أكثر صور السوء في التلفزيونات اليوم. لابد نحذر يا إخوان، هذه ملوثات تلوث العقول وتلوث القلوب وتلوث الأفكار. لكن يجب أن نحصن شبابنا، خاصة الشباب. الشباب أنت الحمد لله، الكبار ممكن يجلس يقرأ قرآن كريم، يقرأ حديث، يأتي للمسجد، لكن الأولاد، نحن العالم الإسلامي مقصر، خاصة الآن نحن نغزى من السماء ومن الأرض ومن اليمين من اليسار، فلا بد من أن نوجد البديل. وديننا إذا فهمناه واشتغلنا في تطبيقه يساعدنا على إيجاد البديل، ما نترك الفراغ. كل شيء ماهوش جيد حط مقابله الجيد، لأن القلوب النفس خاصة الشباب، إن القلوب إذا كلت عميت. يعني طول النهار الإنسان يقرأ قرآن لا واللي ما يفهم ولا يتأثر، لا، أروح القلوب ساعة بساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. والقلوب إذا ما وجدت الحلال الطيب تروح به عنها تلجأ إلى الحرام. إذن إذا أردنا اقتلاع، إذا أردنا التقليل مما لا يليق، علينا أن نقتلع جذور ما لا يليق ونزرع ما يليق. من يتكرم بالقراءة تفضل. لا، أين نحن؟ فصل في أمثلة تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر، أليس كذلك؟ تفضل. فيه أمثلة: الأول أن يقدم بر الوالدة على الوالد، ثم يقدم الأقارب على الأقرب، فالأقرب فإن استووا قدم أشد حاجة على أخف حاجة. مفهوم هذا، يعني إذا أنت وجدت نفسك في ظرف، وجدت نفسك مطالبا بأداء كل هذه الحقوق، الوالدة أم الوالد، نرجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك، قدم، ثم الأقارب على ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب، فإن استووا شوف ما أشدهم حاجة، هذا بالعقل نميزه. نعم. الثاني أيوة، لأن هناك فرض وقته موسع وفرض وقته مضيق. الحج طبعا فيه نقاش بين العلماء، هل يجب على تراخي أم ليس المجال مجال تفصيل ذلك. أما النفقات الواجبات، يعني إذا ما أنفقت لتسد رمق فقير أو تشارك في إنشاء مؤسسة تنشر الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من أوجب الواجبات. لو تشوفوا الآن جهات أخرى كم تنفق على الدعاية لمبادئها ولأديانها، ونشوف نحن المسلمين إلا ما رحم الله. إذن هناك ما يسمى الآن بفقه الأولويات. الأولويات، فيه ناس مثلا كلما حل وقت الحج يحنون إلى الحج وقد حجوا عشرات المرات، كما قلنا أمس استلذت النفس الحج، هل أجارها؟ تستلذ النفس العمرة، وليس معنى ذلك يقول واحد لاش أنت تقول لا، معاذ الله معاذ الله، إنما بعد أداء الفرائض تأتي واجبات اجتماعية. شوفوا إخواننا اليوم في آسيا كم عدد المسلمين بالملايين، هل أقمنا مؤسسات لتعليمهم لغة القرآن الكريم؟ هم إخواننا من ماليزيا، إخواننا من تركيا، يا أخي هذا مرابطون. لما لا تفكر الأمة الإسلامية كلها في
تحصين الثغور اليوم موجود في جيل الأباء من يحسن العربية، لكن إذا غاب هذا الجيل أين الأجيال التي تبقى على صلة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم. لما الآن في شهور تتعلم الإنجليزية؟ في طرائق عجيبة بسهولة، صح ولا لا؟ العربية الواحد يجي يتعلمها الذي يكره العربية يقول العربية صعبة. لا، طريقة التعليم ما تطورت. ليش الإنجليزية نتعلمها بسرعة؟ لابد من أن نجتهد ونقدم ما أمرنا الإسلام بتقديمه ونؤخر ما طلبنا الإسلام بما طالبنا الإسلام بتأخيره. نعم. ثالث، يعني هذا نرى آثار العلم الدقيق، علم الإمام العز بن عبد السلام بعلم الأصول، هو من علماء الأصول الكبار. شوف هنا كيف يعطي الأمثلة: حضرت صلاة الجمعة أو صلاة مكتوبة، لكن لا نضيق. صلاة المكتوبة مثلا الظهر عنده وقت أول وعنده وسط وعنده وقت آخر، ما نشبه. قال لي مرة واحد أخ طبيب في مستشفى، قلت له لا، قال فيه في المستشفى فيه مكان للصلاة، قلت له خلي في المسجد تاع المستشفى يصلون جماعة وانتم مجموعة من الأطباء والممرض، إذا كان مريض على الفراش اهتم به وتصلي في وسط الوقت أو آخره. يعني ما هو باسم هذا كمن يبني قصرا ويهدم مصرا. فهذا ديننا، ليش ديننا صالح لكل زمان ومكان؟ أولا فيه أصول ثابتة، ثانيا فيه مرونة، لكن تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى من يستخرج الأحكام ويوازن بين الفرائض والغير الفرائض، الفرض المضيق وقته، الفرض الموسع وقته، مثل ما يحدثنا الإمام. لذلك يا إخواني واجبنا نحو ديننا أن نتعلم. نعم. الرابع، شفت، ولا على فريضة ضاق وقتها. هذا الخامس، التي يطالب بها أربابها على الحج. يعني الإنسان أراد أن يحج ولكن عليه ديون وحل أجل دفعها، وأربابها يقول لك لازم تدفع لي، ادفع لي، وتمنى على الله أن يطيل عمرك وتؤدي فريضة الحج. وحتى إذا قدر الله انتقلت إلى الدار الآخرة، الله تبارك وتعالى يجزيك على نيتك. يعني هذا الفصل أن الإمام رضي الله عنه العز بن عبد السلام الآن يعطينا بعض الأمثلة التي نفرق تجعلنا ندرك الفرق بين ما يجب أن يقدم وما يجب أن يؤخر. إذا وجدنا نفوسنا في ظرف توارد علينا فيه أكثر من واجب، ما الذي يجب أن نقدم؟ هذا نقول نضع سلم للأولويات ونتأمل في إطار ما نسميه اليوم بفقه الأولويات. وبذلك يستطيع الإسلام يستطيع لا شك في ذلك، وبذلك يستطيع المسلمون أن يديروا شؤون حياتهم على مراد الله كما يريد الله عز وجل. أما الإسلام عظيم، قواعده ثابتة، ما فيهش فقه حي في الدنيا مثل فقه الإسلام. وأجدادنا عليهم الرضوان أبدعوا إبداعات مبدعة في هذا الميدان. يعني لم يخلو عصر
من عصور تاريخ المسلمين من فطاحل العلم يجدون لكل مشكلة حلا ويقدمون لكل داء دواء ويقترحون لكل مضيق مخرجا. هذا فقهنا، لأنه مستمد، لأن جذوره وقيمه سماوية. إذن يواصل الإمام رضي الله عنه ضرب بعض الأمثلة التي يستنتجها المرء من وضعه نصب عينيه سلما للأولويات. الفصل اللي بعده، من يتفضل؟ تفضل. أين هذا؟ أنا عندي نسخة، عندنا نفس النسخة. لا 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 لا، أنتقل إلى الفصل في النهي عن التوسل إلى المأمورات بالمحرمات، يعني هذه مواصلة للأمثلة. أيوة، هناك مأمورات. مثلا لو رسمنا خطا وأقول المأمور هنا، الهدف هناك، هل هناك قيود توضع للوسائل أم لا؟ هناك هدف، أنت تريد أن تصل إلى هدف محدد، ما هي الوسائل؟ هذا هو الفصل في النهي عن التوسل إلى المأمورات بالمحرمات والشبهات في غير المسلمين. يقولون الغاية تبرر الوسيلة. لا، نحن عندنا شرف الهدف يجب أن يعانقه شرف الوسيلة. ما في شيء تصل إلى تحقيق شيء يحبه الله بشيء يكرهه الله. نعم. نعم. أمثلة. نعم. أيوة، الله أمرنا، أمر المسؤول عن العائلة أن ينفق على العائلة. هل يكتسب الحرام؟ الإنفاق واجب عليه، ولكن لا يتوسل إلى ذلك بما يحرمه الله. نعم. نعم، شفتوا التعبير الدقيق، تقديم إرضاء الزوجات بإغضاب الوالدات. الثالث، إرضاء الوالدات بتضييع حقوق الزوجات. إذن المسلم يتحرك في ضوء القيام بواجباته وإعطاء كل حق حقه، كما هو معنون هنا، أعطي كل ذي حق حقه. نعم. الثالث، لا، الرابع، شفتوا. إذن يا أخواني، هذا هؤلاء المربون لو عدنا إلى ما تركوه لنا من علم لاستطعنا أن نقدم للدنيا الآن نموذجا رائعا فيما يسمى بعلوم التربية. اليوم في أوروبا فيه كوارث في التربية، لا شك أن بعض الأوروبيين اكتشفوا طرائق في علم النفس، لكن مع ذلك ما زالت البشرية بحاجة إلى هذه القيم التي تحتويها مناهج التربية الإسلامية عندنا. نعم. نعم. يعني هذه أمثلة، شوف، كل ما ذكر المؤلف رحمه الله عبارة عن توضيح لما ورد في عنوانه، فصل في النهي عن التوسل إلى المأمورات. إذا عرفت مأمورا من المأمورات بقي عليك أن تبحث عن الوسائل. إذا كانت هذه الوسائل مشروعة بسم الله، خالية من المحرمات والشبهات، اتكل على الله. إذا كان هذه الوسائل محرمة أو تعتريها شبه، اتركها. الفصل اللي بعده، من تفضل؟ يا سلام، هذه أيضا فقرة جديدة تلقي ظلا من ظلال
المعرفة العميقة، معرفة العز بن عبد السلام بهذا العلم الجليل الذي أنشأه المسلمون، ألا وهو علم الأصول. تفضل. أهم. يا سلام. يكره شفتوا ماذا؟ هذا واضح، لكن شوفوا الأهمية التي يعطيها الإنسان لصيانة الإنسان. الآن تسمعون في كل مكان حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، يعني وقت الصلاة أطيب وقت وأعظم وقت بالنسبة للمسلم يكون في مناجاة الله تبارك وتعالى. ولكن إذا رأى إنسانا، امرأة أو رجلا يتعرض لتمريغ كرامته الإنسانية، قطع هذا الفرض من أجل إنقاذه. الثاني، نعم، يكره بالقوة، يستعمل القوة، يعني يكره امرأة، يعني يريد اغتصابها، الاعتداء عليها. وهذا يقتضينا أن ننظف شوارعنا وكل جنبات مجتمعاتنا من البواعث الانحراف. الجو الإسلامي يكون نظيف. الآن الناس كل يشكون، يقول لك تلوث تلوث، صح تلوث طبيعي، ولكن هناك تلوث خطير أيضا هو التلوث الخلقي. فينبغي علينا جميعا أن نتعاون على تنقية بيئتنا النفسية والاجتماعية من الملوثات الخلقية. نعم. ثاني، نعم نعم، وكذلك قطع اليد والرجل والجارحة. نعم. أيوة، الفقرة اللي بعدها من يكمل؟ من تفضل. يا سلام، هذه عبارة من ذهب. نعم، أكمل. وإن كان الفرض الذي هو ملابسه أهم، أخي كان ترفع وتنصب، لا، وإن كان الفرض أهم. نعم. نعم. صحيح. جريحا ولعل جريجا لما يعني هذه أمثلة تأملوها ولعلكم تستطيعون من خلالها أن تكتشفوا من خلال تجاربكم ما ينبغي أن يقدم وما ينبغي أن يؤخر. فصل، الفصل اللي بعده من يقرأ؟ تفضل. نعم. اي نعم، هذا ورع، صار تطرف في هذا الورع. نعم. هذه نعم، خاصة في هذه الأزمان، هذه مسائل يجب أن يستشير الإنسان فيها أهل العلم حتى لا يرتكب خطأ. نعم، الفصل اللي بعده.
إلى أن تفوته توسوس في غسل الجنابة. معروف هذا، يعني بعض الناس يقضون وقت يقول أنا ما غسلت اليد، أنا نسيت كذا، أنا نسيت كذا. لا، هذا يدع هذه الوسوسة، وهذا من الشيطان، يعني يعمل العكس، وبعد فترة سيخلصه الله تبارك وتعالى من هذا. نعم. نعم. أي صح. صلاة الصبح. نعم. كسلس البول. نظافة. الغلطي به من يكمل؟ ما تفضل. هذه الجملة تلخص أو توضح لنا كل ما سبق. هناك واجب وهناك أوجب، هناك نفل وهناك أفضل منه. إذن دائما يشوف الإنسان هذه بعض الأمور تدرك عقلا، وبعض الأمور إذا ما أدركناها عقلا نرجع فيها إلى أهل العلم. هذا باختصار كل هذه أمثلة. ننتقل إلى فصل آخر ونضرب بعض الأمثلة فقط لأنه يطول في الأمثلة، في الغلط في تقديم بعض النوافل على بعض النوافل كالفرائض. من يقرأ لنا؟ تفضل. نعم. أيوة. والوقت متسع لهما. شكرا. هذه الفصول حتى الفصل في بيان الإخلاص والرياء حاولوا أن تراجعوها، فهي أمثلة لا تستوعب الموضوع كله. ولذلك قال الإمام وهن أقسام منها كذا، يعني هو ضرب أمثلة لذلك. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. فيعني هذا يدل على، شوف، لأن بعض المسلمين يظنون أن المسلم لا برنامج له في الحياة. اليوم يسمعون كثيرا كلمة استراتيجية،
هذه استراتيجية الحياة السعيدة. فلو أن كل واحد منا تنبه لهذه الدقائق لكانت حياة الأفراد وحياة أمتنا نموذجا راقيا ونموذجا نتقرب به إلى الله عز وجل، وندعو غير المسلمين من خلاله إلى ديننا العظيم. والله ورسوله أعلم، وجزاكم الله خير. شكرا.